انا سابيجادو بفكر وبقول تاني. سابيجادو ليلى لماني كان وفي احلام الدنيا، تسيمفو. وفكر في الدنيا، وفكر بمستقبلي، وفكر بحاضري، وفكر ايضا في الماضي، الماضي الذي يلاحقني، يلاحقني كثيرا ويتفرد فيه من زاوية إلى أخرى، وأفكر في حاضري ومستقبلي. تعبت كثيرا، تألمت كثيرا، بعدت كثيرا، لا أستطيع أن أواجه الناس، ولا حتى أن أواجه نفسي، ولا أن أقاوم، ولا أن أفرح، ولا أن أحزن، ولا أن أبكي، ولا أن أشكي. فكيف لي أن أتخلص من العذاب، من الألم، من الأحلام، من الكوابيس، من الخذلان، من التعاسة، من الشقاء، من الهم والغم والحزن والألم يلاحقني في طريقي، في مساراتي كلها، في منامي. حتى لما أتحدث مع الناس، أتحدث معهم وأنا شارد الذهن، أذهب إلى عملي وأنا محتار، أفكر بنفس اللحظة التي أتحدث فيها، أنام وأصحى ثم أنام وأصحى، ولا أعرف ماذا أفعل ولا كيف أتصرف. لا توجد شهية للطعام ولا شهية للحديث، وإنما أخلد إلى النوم. كل هذه البوادر هي بوادر الاكتئاب والمحبة والتعلق وتوأم الروح. كل هذه البوادر تحل بطريقة واحدة، بعد اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الرب العزيز العظيم القدير، أن تثق بنفسك. طب كيف بدي أثق بنفسي أنا؟ هي مش كبسة زر حتى أثق بنفسي، حتى إني أنا أغير حالي من حال إلى حال. ربنا سبحانه وتعالى أحيانا بيعطي الإنسان كرامة، هذه الكرامة توجد عند بعض الناس ولا توجد عند غيرهم. ما معنى الكرامة؟ الكرامة إنه أنت تكون ماشي في طريق وتواجه حادث، وتواجه صعاب، وتواجه مشاكل، تخرج منها مثل الشعرة من العجين، غيرك بوقع في هذه المشاكل والمصائب، تتخلص أنت من القوقعة اللي حواليك وأمامك وهجمات المغول اللي بتحوطك، والحاسدين والحاقدين والماكرين والمغرضين والمفسدين ينتظرون سقوطك فلا تسقط. ليش؟ لأنك أنت أولا ربنا سبحانه وتعالى يحاسبك على نيتك من الداخل، ولا يحاسبك على خارجك وعلى مظهرك. كثير من المظاهر خداع وكذابة، والكثير من الناس يرتدون أقنعة. المهم موضوعنا أنه أنت بتفكر بشخص بتتعلق فيه، غير قادر على إخراجه من عقلك وقلبك ومشاعرك. السؤال اللي بيطرح نفسه، هل هو يفكر بي في نفس اللحظة التي أفكر بها؟ هناك بوادر وعلامات ودلالات. أولا الحلم والأحلام، إن كنت تفكر بشخص ما بشكل كبير جدا 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 ولا تستطيع إخراجه من حياتك أو من تفكيرك أو من شعورك، عمرك نمت وصحيت بالليل الساعة 2 أو الساعة 3 أو الساعة 4، صحيت 10 دقائق ثم رجعت نمت، هذا واحد من الدلالات والإشارات التي تدل على أن شخصا ما يفكر بك، على الرغم من أنك أنت لما تنام بتصحى ثاني يوم الصبح، ولكن تجد لك نوما متقطع، فبتصحى وما بتعرف كيف صحيت وكأنه أحد صحاك. ثانيا أحيانا ترى في المنام طلاسم وأشياء، الأرواح بتتواصل،
الروح تتواصل مع الروح، في ناس ما بنعرفهم ولا عمرنا شفناهم ولا عمرنا حكينا معاهم، ولكن بعد ما شفناهم حسينا حالنا إن بنعرفهم من زمان زمان زمان. ليش؟ لأنه في شيء اسمه توأم الروح ونصف الروح، في مناجاة بينك وبينه، إما في الأحلام أو بالشعور أو بالعقل الباطن، أو من زمان 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 أنت بتتواصل أنت وياه هذا الإنسان. فهذه علامة أخرى، علامة الأحلام، علامة التفكير، وغير قادر على إخراجه من حياتك كي يسيطر على عقلك وقلبك وشعورك كله. فأنت بهذه الحالة حاول أنك تتواصل معاه بأي طريقة، شوف رغباته، شوف إيش هو بيحب، شوف توجهاته، شوف الشيء اللي بيسعده وبيمتعه وبيخليه سعيد، أنت نمي هذا الشيء عنده. لما أنت تنمي هذا الشيء عنده وتشجعه، هو راح يشوف فيك شيء مميز ويتقرب منك. دائما حدث الشخص الآخر عن الأشياء اللي بيحبها هو، مش الأشياء اللي أنت بتحبها، وبهذه الطريقة سوف تجد مسارا طويلا بينك وبينه، سوف تجد طريقا حلوا بينك وبينه. دائما تحدث مع الناس وتعامل معهم في الأشياء اللي بيحبوها وبرغبوها، راح ينجذبوا إليك بشكل كبير جدا جدا جدا. وهذه الطريقة هي ليست طريقة خيالية، وإنما طريقة واقعية وسهلة جدا. حدث الناس عن الأشياء اللي بيحبوها هم، مش اللي أنت بتحبها. تمنياتي لكم بالتوفيق، وأرجو اللايك وسبسكرايب وشير، والسلام عليكم من الله ورحمته وبركاته.